ما بين الفيروس وبين المجتمع العالمي أجمع، والعراق جزء من عنده. قامت تجينا أخبار من دول العالم الأخرى بوجود هجمة رابعة للفيروس، ويقال عنها أنه هي متحور جديد. لم يدخل لدينا لحد الآن هذا المتحور. كل الأمور الصحية والمجتمعية والحكومية بالوقت الحاضر موجهة في سبيل مص نقمة هذا الهجوم من ناحية والقضاء على الفيروس. احنا بالوقت الحاضر لدينا الخبرة الكبيرة، قد يكون تفاجأنا بالسنة الماضية بهذا الهجوم، بس أثبت العراق أنه عنده القدرة. حاليا في العراق المتحور مداخل بالله الشكر، ودنحاول احنا في كل يعني في كل السبل انه نوعي المواطن انه سبل الوقايه اهم من العلاج، ونزيد التلقيحات والوقايه مالته، وان شاء الله ما يدخلنا هذا المرض والوباء. نتوقع بالاسبوع القادم او بعده راح يكون انتشار للفيروس المتحور الجديد ماكرون، الفيروس كورونا. نتوقع راح يكون الاسبوع القادم او اللي بعده راح تبدي الموجه الرابعه، ولازم نتبع تعليمات وزاره الصحه، من ضمنها أولاً أخذ اللقاح، الالتزام بأخذ اللقاح في الجرعتين الأولى والثانية، وهناك جرعات ثالثة موصى بها لفئات معينة سواء كان أسترازينيكا أو فايزر أو أي لقاح آخر، وأيضاً ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، لأنه من هو من الفيروسات اللي تنتقل، منهم الفيروسات التنفسية اللي تنتقل عن طريق الرذاذ. هو ممكن جداً انتشاره، بس ما ينتشر بالطريقه اللي موجوده حاليا عالميا. الانتشار مالته راح يكون بسيط، وهو المتحور هذا ما يخوف حاليا مثل باقي المتحورات، انتشاره بسيط، بس عندنا مناعه جيده، بس لازم نبقى نلتزم بالاجراءات الوقائيه، وهاي الاجراءات هي بنفسها راح تحد من المتحورات الاخرى، لان احنا ما نتوقع بس متحور واحد، اكو بعد متحورات راح تجي.